السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه ستوك ايمج دوت اي اي، يقدر يصمم لك بوستر، يصمم لك بوك كفر، يصمم لك اي حاجة انت عايزها. كل عليك ان انت هتيجي تقول له مثلا هنا انا عايز عن السمارت سيتي مثلا الموضوع اللي انت عايزه، وبعد كده بوك كفر، وبعد كده الاضاءة الرياليستيك وهكذا، الالوان تقدر تعدل اي حاجة من الحاجات ديت وتقول له جنريت، فيبدأ يكون لك الصورة. وفي نيجاتيف برامج لو انت عايز تشيل بعض الحاجات ومجرد تتعلم عليها وتقول له ايه الكلمات اللي انت مش عايزها، فكتب لك هو بيم سي دي وكتب حط لك الصوره والحاجات دي. طيب ممكن بقى تيجي تقول له انا عايز وول بار ارت، برضو تبدا تكتب الصوره اللي انت عايزها وتقول له الجنريت، تمام، بيقول لك اشتري كريديت. طيب في برضه بوستر، في ستوك ايمج، في لوجو، كل الكلام دوت مجرد ان انت تحدد بس الكلام اللي انت عايزه وهو يبدأ يكون لك الصورة اللي انت عايزها. في حاجات خاصة برضه في الموبايل، يوزر انترفيس او الويب يقدر ان هو يعملها.